النهارده هيكون معانا الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء في مصر للحديث حول ما وصلنا إليه في مشروع يعد من أهم مشروعات الدولة المصرية في العصر الحديث، وهو مشروع التأمين الصحي الشامل. طبعا حضراتكم عارفين أنه مثلا في دولة زي أمريكا اللي ما عندوش تأمين صحي لابد أو يكاد يكون من المستحيل أن يعيش في هذه الدولة، لأنه لو يعني أقل حاجة عشان يخلع ضرسه عشان يعمل أقل حاجة محتاجة فلوس كتيرة جدا فوق طاقة أي مرتب وطاقة أي إنسان. يعني أنا قدام عيني كان في ناس متيسرة جدا معاها ملايين، ومع ذلك لما حكولي عشان خلع ضرس واحد بس التأمين اشترك بكام والشغل اشترك بكام وأنا دفعت كام، لقيت مبلغ رهيب. ولذلك لقوا كل الأجانب، أمريكا، كندا، أوروبا، المصريين بالذات اللي عايشين في الحتت ديت أو مواطني هذه الدول، يقول لك نروح مصر وبالمرة نعمل سننا، نروح مصر وبالمرة نعمل عينينا نصلح النظر، نروح مصر وبالمرة نعمل كذا، لأن حتى الآن الأسعار بالنسبة لهم جيدة جدا والخدمة الطبية كويسة وعندنا أهم جراحين وناس من أشطر الجراحين في العالم. لكن التكلفة الحقيقية لأي عملية أو للعلاج، شوفوا الدواء بقى فين دلوقتي، كل ما تسأل على حاجة يقول لك مش موجودة ولو اتوجدت هتبقى بكذا. فالتكلفة بقت كبيرة جدا، وبالتالي إذا انضم الإنسان لمشروع التأمين الصحي الشامل اللي وجه بيه رئيس الجمهورية واللي بدأ بالفعل في بعض المحافظات، وبدأنا ببورسعيد والمحافظات الحدودية اللي كانت مظلومة زمانا طويلا الحقيقة، وهذا جزء من العدل، وأتمنى أنه نأتي على محافظات الصعيد بعد كده، وآخر حاجة يبقى القاهرة واسكندرية، لأن أنا في القاهرة واسكندرية باعتبار أنهما العاصمة الأساسية للدولة والعاصمة السياحية، ودلوقتي في العاصمة الإدارية، فكان في اهتمام كبير من كل ناحية. فهنشوف كده وصلنا لغاية فين، ايه المحافظات اللي تم تخطيطها، ايه العلاج او العمليات او نوع الخدمة اللي بيغطيها التأمين الصحي الشامل واللي مش بيغطيها. ناس جت من بره وقالت لي المشروع ده من اعظم ما عملت مصر في العصر الحديث، فعلا، لان احنا كنا بنشوف ومش غريب علينا ناس كتير بتموت بسبب قلة الاهتمام وبسبب انتظارهم للطوابير الطويلة وبسبب انه مفيش التخصص الدقيق الفلاني في عمليات قلب الاطفال وفي عمليات المخ وفي السرطان الحاجات القديمه شويه. لكن الحمد لله عن طريق المبادرات الرئاسيه والتي كانت حلا وسطا بين ما يلزم الدستور به الدوله بان تصرف على العلاج وعلى الصحة بشكل عام، يعني العلاج طبعا وتأهيل الكادر الطبي والحوافز بتاعتهم ورفع مرتباتهم والمنشآت الصحية، كل ده رقم كبير بالنسبة لميزانية الدولة، واحنا ما عندناش الرفاهية دي، وما بين انه ما يبقاش في اي تغيير حصل والناس تفضل برضه تموت من قلة العلاج. لا، نهضت مصر، بقينا خاليين من فيروس سي والحمد لله باعتراف WHO المنظمة الصحة العالمية. المبادرات الرئاسية اللي اتعملت أنقذت ناس كتير جدا في عشرات الألوف من العمليات اللي اتعملت فعلا في مبادرات إلغاء قوائم الانتظار وغيرها من المبادرات الرئاسية. أما التأمين الصحي الشامل فبدون التوجيه المباشر من رئيس الدولة، بدون أن نحتاج إلى قانون جديد، بدون هيبقى المواطن اتولد دخل التأمين الصحي كل ما يخصه مكفول، بس مكفول بكام وبأنهي جودة وفي أنهي حتة، هو ده اللي هنعرفه النهارده مع دكتور إبراهيم الزيات.